هذا وقد وجه المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من غزة محمد أبو مصباح الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وكل من يعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنه تم استلام عدد من الشاحنات المساعدات تضم شاحنات أغذية وأدوية وتم تسليمها إلى مخازن تابعة للأونروا. أود أن أبرك بالشكر بأسمى الكلمات إلى الشعب المصري وحكومة مصر ممثلة بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من يعمل معنا في هذه الجهود للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة. أود أن أشكر أيضا الهلال الأحمر المصري الذي يعمل على مدار الساعة بجهود مماثلة لجهودنا تحت خط النار وعلى مقدمة الموت، ويقوم بإعداد المساعدات بما يضمن وصولها بالشكل المناسب والبروتوكول المعد بحسب الاتحاد الدولي. تم استلام بالأمس 20 شاحنة من المساعدات، منها أربعة شاحنات أدوية ومستلزمات طبية، بجانب عدد من شاحنات الأغذية ومياه الشرب. تم إيصالها من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة المعدة لاستلام المساعدات، وتم تسليمها إلى مخازن تتبع وكالة غوث اللاجئين الأونروا